موسم طويل قوي، لعبنا بطولات كتير، الحمد لله قدرنا ناخد ثلاثيه محليه مهمه قوي للسنه الثانيه على التوالي. ربنا كريم، بنشكر جمهورنا ومجلس ادارتنا، الحمد لله كله موت نفسه للاخر. مرينا بظروف صعبه كلنا، ابس اند داونز طول الموسم. انا عن نفسي الفتره الاخيره دي كنت جالي فيروس صعب جدا، كنت ممكن ما العبش، كان الوقت كان صعب قوي عليا، حصل لي مشاكل كتير قوي في جسمي، بس الحمد لله قدرت اساعد الفريق حتى لو موجود قليل بس في الماتشات دي. ان شاء الله اللي جاي احسن، قدرنا اخر سنتين ما بنلحقش نحتفل، هنقفل الصفحه، مسافرين كمان يومين بطوله افريقيا. ان شاء الله تركيزنا كله على البال، عشان ان شاء الله نبقى خدنا السنه دي بطوله افريقيا كمان مع الدوري والكاس والمرتبط. ان شاء الله يبقى عملنا موسم تاريخي تاني على التوالي ان شاء الله مع النادي الاهلي. الحمد لله طبعا فوز بالدوري يمكن من اهم اهدافنا السنه دي. يمكن بدانا السنه بالبطوله العربيه، خسرنا في فاينل في اخر لحظه، كانت صعبه علينا جدا، قدرنا نلم نفسنا وكسبنا بطوله المرتبط، كسبنا كاس مصر كان صعب جدا، ومن اسبوع كنا بنلعب في بطوله افريقيا، يمكن عندنا كان ماتش مع بطل انجولا، خسرنا في اخر ثانيه، قدرنا نمسك في بعض تاني، والحمد لله ان احنا كسبنا الدوري، وان شاء الله عندنا نهائيات افريقيا كمان اسبوع، وان شاء الله نقعد الجماهير النادي الاهلي اللي احنا نعمل اللي علينا، وان شاء الله نرجع بافريقيا برضه. الحمد لله، الاول ببارك لجماهير النادي الاهلي كلها ومجلس اداره والجهاز الفني والاداري والطبي وجميع زملائي في الفرقه. موسم لسه ما خلصش، موسم طويل جدا، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحافظ على المرتبط والدوري والكاس، دي حاجه مش سهله، فان شاء الله نفرح النهارده وبكره، وعندنا منافسة أصعب البي ال، وربنا يكرمنا ونتوج بيها إن شاء الله. اللقب ده يعني إحساسه طبعا كبير جدا، المحافظة عليه كانت صعبة جدا، دايما المحافظة على اللقب بيبقى أصعب من إن إحنا نحققه أصلا، فإن إحنا نحقق اللقب ده تاني سنة على التوالي دي حاجة مش سهلة خالص، ولا ذهنيا وبدنيا طبعا. اللعيبة كانت تعبانة جدا، طالعين من أفريقيا، موسم طويل جدا، بس الحمد لله بالرجولة والدفاع، أنا بشكر كل واحد في الفرقة دفاعيا رجالة جدا، هو ده اللي خلانا ناخد بطولة الحمد لله.